الذي يلعن يا عباد الله محروم من ثلاثة أشياء، ولو كان يصلي ويقرأ القرآن وحافظا لكتاب الله. يحرم من الشفاعة، ويحرم من الشهادة، ويحرم من الإيمان الكامل. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن لعاناً.